شارك هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية من خلال اللوحة الزراعية اللي تحتوي على عدة أقسام. تحتوي اللوحة الزراعية على المعرض الزراعي اللي يتضمن ثلاث أقسام، عندنا ماضي الزراعة وحاضر ومستقبل الزراعة. أيضا تم تخصيص ركن للأطفال يتم من خلاله توعية الأطفال وأيضا الزوار بأهمية الزراعة. كما تم تخصيص سوق للمزارعين يتم فيه بيع المنتجات المحلية. أيضا خصصنا منطقة لتعريف الزوار بأساسيات تربية النحل وإنتاج العسل. أيضا تم تخصيص مسرح لتقديم المسابقات وتوزيع الهدايا والجوائز. طبعا اللي يميز الواحة الزراعية خلال هذا العام المعرض الزراعي اللي يعرف الزوار والجمهور بالزراعة في الماضي، وأيضا مبادرات ومشاريع الهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مجال الزراعة وأيضا الثروة الحيوانية والسلامة الغذائية، وأيضا يتكلم المعرض عن مستقبل الزراعة.